ذهب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا كتقشف الأقطاب والأبدال قطعوا طريق السالكين وغوروا سبل الهدى بجهالة وضلال عمروا ظواهرهم بأثواب التقى وحشوا بواطنهم من الأدغال إن قلت قال الله قال رسوله همزوا كهمز المنكر المتغالي أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأعمال أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آل أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي أو قلت قال صحابهم من بعدهم فالكل عندهم كشبه خيالي ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري عن صفاء أحوالي عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن واردي عن حالي عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعالي دعوى إذا حققتها ألفيتها ألقى بزور لفقت بمحالي تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهال والضلال جعلوا المرى فتحا وألفاظ الخنا شطحا وصالوا صولة الإدلال نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكال جعلوا السماع مطية لهواهم وغلوا فقالوا فيه كل محال هو طاعة هو قربة هو سنة صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال.